الفائده من الولوج للموضوع بطريقه مباشره وفي اطار التخصيص اللي كنهضر عليه السيد العميد الممتاز ارتباطا باختصاصات المنطقه بالمصالح الوطنيه في مجال تدبير القضايا اللي عندها علاقه بالشرطه القضائيه. كما سلف الذكر السيد العميد الممتاز فهناك مجموعه من المصالح متدخله في المجال ديال الشرطه القضائيه، سواء تعلق الامر تابع المديريه ديال الامن العمومي او المديريه ديال الشرطه القضائيه. بالنسبه للشرطه القضائيه كنلقاو المصالح الولائيه للشرطه القضائيه على مستوى ولايات الامن، على مستوى المناطق الاقليميه كنلقاو فرق اللي هي ديال الشرطه القضائيه. بالنسبه للمفوضيات كنلقاو خلايا ديال الشرطه القضائيه. ارتباطا بالمصالح اللي تابعه للامن العمومي عندنا مصلحتين اللي هما مهمتين وعندهم تدخل اساسي في المجال في الاعمال ديال الشرطه القضائيه، بالاضافه الى مهام اخرى اللي هي عندها طبيعه اداريه. عندنا دوائر الشرطه اللي هي واحد الوحدات امنيه محدثه على مستوى مجموعه من المناطق، تيبلغ العدد ديالها على حسب تتزايد العدد ديالها على حسب الشساعة ديال المدينة أو الولاية الأمنية. وبالتالي فإن من المبادئ الأساسية ديال العمل ديالها هو الانفتاح على المواطنين وإزداء الخدمات الإدارية، بالإضافة إلى تلقي الشكايات والتفاعل مع القضايا ذات الصبغة العادية، قضايا اللي هي بسيطة من قبيل السب والشتم، قضايا الضرب والجرح، قضايا مرتبطة ببعض الظواهر المتفشية من قبيل نقل الركاب بدون رخصة. إذا هذا معطى. هذه المصالح هذه كتخضع دوريا لبرامج ودورات اللي هي تكوينية، سواء في إطار مشترك ما بين المديريات أو في إطار دورات تكوينية تستهدف بالأساس طرق التعامل مع الحالات اللي تستوجب او تكون بنيه على تعليمات النيابه العامه موجبه للوضع تحت تدابير الحراسه النظريه. وبالتالي فالدورات التكوينيه هذه تركز بالاساس على الصيانه ديال الحقوق ديال الاشخاص الخاضعين للتدبير ديال الحراسه النظريه باحترام المقتضيات القانونيه الوارده في الماده 66 وكذا الاتفاقيات الدوليه اللي هي صادره في هذا الشان واللي صادقت عليها المملكه المغربيه. في سياق اخر فان التدابير ديال الحراسه النظريه كتكون من اجل الانسنه ديالها، فان المديريه العامه للامن الوطني شرعت مجموعه من المشاريع بغرض تهيئه هذه الفضاءات المخصصه لايواء الاشخاص الموضوعين تحت الحراسه النظريه، وتراعي في ذلك مجموعه من المبادئ. كاين غرف اللي كتكون ديجا قائمه كتخضع للتهيئه، وفي اطار الاحداثات الجديده كيتم التهيئ ديالها بشكل يتم من خلاله توفير جميع الامور اللي كتصون الكرامه والحقوق ديال الشخص اللي هو موضوع الحراسه النظريه، وذلك من خلال احترام مجموعه من المبادئ من قبيل احترام مبدا الفصل ما بين الفئات اي بين النساء والرجال، وكذلك بالنسبه للاحداث نظرا للوضعيه الخاصه اللي كيحدوا بها الاحداث صله بالنصوص القانونيه التي تؤطر الظروف ديال الايداع ديالهم في اماكن الاحتفاظ. مساله اخرى مرتبطه بالتغذيه ديال الاشخاص اللي هما موضوعين تحت الحراسه النظريه واللي هو حق تم تنصيص عليه في الماده 66، بحيث ان الدوله تتكفل بالتغذيه ديال الاشخاص اللي هما موضوعين تحت الحراسه النظريه، حيث ان المديريه العامه للامن الوطني خلال مستهل سنه 2023 تم تنظيم هذه المساله هذه بطريقه اللي هي معقلنه ومحكمه من خلال ابرام عقود مع شركات تعمل على توفير مواد غذائيه محدده بالجوده ومعايير ديال الجوده في اطار وجبات تقدم للاشخاص اللي هما موضوعين تحت الحراسه النظريه. معطى اخر اللي هو مهم في اطار احترام الحقوق ديال الاشخاص اللي هما موضوعين تحت الحراسه النظريه هو توفير الافرشه والاغطيه بشكل كافي لهاد الاشخاص هذو اثناء الاقامه ديالهم في الغرف الامنيه على حسب المده اللي هي محدده قانونا، اللي في الحالات العاديه لا تتعدى 48 ساعه الا اذا اقتضى الامر تمديد ب 24 ساعه. في نفس السياق المساله المرتبطه بالتهويه ديال هذه الفضاءات، التهويه ديال الفضاءات من خلال الوضع ديال لي زيكستراكتور دير
هادو كيتم تثبيتهم على مستوى الغرف الأمنية بالإضافة إلى التهوية العادية لضمان واحد الجو يتيح لهذاك الشخص أنه كيتنفس واحد الظروف عادية ومشهور. إذن هذه مسائل اللي هي مرتبطة بالحقوق واللي كتعمل المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مصالحها على تكريسها وعلى ضمانها. دونك كاين معطى اخر اود الاشاره اليه في اطار العمل ديال المصالح التابعه التي تمارس مهام الشرطه القضائيه. اذا كنهضروا على كما قلنا وفقا للتفرقه اللي تمت الاشاره اليها سابقا، مصالح الامن العمومي، دوائر الشرطه، مصالح حوادث السير، وكذلك مصالح الشرطه القضائيه. هنا في هذا السياق هذا اود ان اشير الى المعطى المرتبط بالرقابه التي تمارس على هذه المصالح من اجل قياس مدى الاحترام ديالهم والالتزام ديالهم بالنصوص القانونية وكذا بالمذكرات المديرية التي تصدرها المديرية العامة الوطني والتي تماشى معها بالنصوص. دونك في هذا السياق هذا كاين اللجان اللي هي مديرية تابعة كتكون إما لجان اللي هي مختلطة من مختلف المديريات تباشر عمليات مراقبة بصنفيها. المراقبات كتكون إما مراقبات اللي هي دورية أو مراقبات مفاجئة لقياس المستوى ديال التعاطي ديال الموظفين والاحترام ديالهم لحقوق الانسان. هذه المراقبات كيتم التركيز فيها على الامور اللي شرط لها سلفا اللي هي مدى الالتزام في اطار تجويد المساطر، كتكون واحد الافتحاص للمساطر فهمتي من اجل قياس مدى الانخراط واحترام الامور القانونيه ذات الصله بالمساطر اللي هي منجزه، وكذا رقابات اللي هي ميدانيه في الشارع العام بالاضافه الى الرقابه اللي كتخص الغرف الامنيه من اجل مراقبه مدى احترامها للمعايير. هذه معطيات مرتبطه بالمهام ديال المصالح لا ممركزه والنظره ديال المديريه العامه للامن الوطني والمصالح الممركزه المركزيه اللي تابعه لها في اطار الرقابه والاشراف على هذا بالاضافه الى المهام بيسير والرقابه التي تمارسها النيابه العامه على الاعمال ديال مصالح الشرطه القضائيه. وشكرا، واسند الكلمه للاستاذه ساره.